السلام عليكم. هلو ماي دير ستودنتس ماي دير سبسكرايبرز، طلابي الاعزاء متابعين قناه الانجليزيه بشكل مختلف، اهلا وحياكم الله ومرحبا بكم مع درس جديد من دروس الجرامر، وان شاء الله يعجبكم الدرس عن ناونز او الاسماء في اللغه الانجليزيه. هنا الاسماء يا جماعه الخير زي ما انتم شايفين، ناون الاسم هو عباره عن ايه؟ الاسم مصطلح بيطلق على الكلمات، ممكن تكون شخص زي مثلا امراه وومن او ولد بوي، اوكي، او حيوان زي مثلا اكرمكم الله ما اقول dog، ده يعتبر اسم لان هو الناون مش اسم عاقل، لا هو اسمه الناون تصنيفه زي ما انتم شايفين اهو، الكلمات شخص woman boy او اكرمكم الله الحيوانات مثل الدوج الهورس الحصان او حتى الجماد زي ما اقول car سيارة، اوكي، هو ده الاسم noun في الانجليزي. تعريف عام في اللغة الإنجليزية، ده تعريف عام ليه. طيب ممكن بقى نتكلم نقول مثلا جماد، طب ما هو الجماد، أيوة برضو يا أستاذ الجماد نفس الكلام زي car water iron الحديد beauty فكرة مجردة زي مثلا الجمال والديمقراطية، دي حاجات يعني معنوية وليست حسية، beauty democracy الديمقراطية. طب الاسم ده ثلاث أنواع، تعالوا نشوفهم الأسماء ثلاث أنواع في اللغة الإنجليزية. أيوة ثلاث أنواع في اللغة الإنجليزية، يلا نشوف ثلاث أنواع إيه هما. الأسماء المعدودة الكاونتبلز اللي هي معظم الأسماء في اللغة الإنجليزية كاونتبلز نقدر نعدها، بوك أقول تو بوكس سيفرال بوكس، أوكي، هذه الكاونتبلز الأسماء المعدودة زي ما أنتم شايفين أهو، بوك كتاب هجمعه تو بوكس سيفرال بوكس العديد من الكتب. ونقدر نستعمل الـ A والـ N مع الأسماء المفردة في الأسماء المعدودة فقط، يعني الاسم المعدود أقدر أجيب منه مفرد أو البوك a book apple an apple، طب احنا خدناها في التعريف والتنكير وهنراجعه تاني ان شاء الله. النوع التاني الاسماء الغير معدوده uncountables اللي هي الكميات يا شباب ما نقدرش نعدها، music happiness ear blood love etc etc الى اخره. الاسماء دي لها خمس مميزات، تعال نشوف الاسماء الغير معدوده. اول حاجه لا تسبق بارقام، ما ينفعش اقول two waters ولا three coffees، غلط. لا تستعمل ابدا مع ادوات النكره، ما ينفعش احط قبلها اسم نكره لان هي اصلا لا تقبل التعريف، هي تتعرف بس ولكن ما ينفعش قبلها اسم نكره، ما ينفعش اقول a water ولا a milk، غلط. ثلاثه ما يقدرش اجمعها، ما ينفعش استخدم waters، ما ينفعش اقول coffees، غلط. many و several ما ينفعش نستخدمها معاهم. طب خد عندك الامراض وحقول المعرفه والالعاب، كل دي اسماء غير معدوده، وناخد ايه في عجالة أمثلة عليها، الأمراض زي AIDS Anthrax اللي هي الجمرة الخبيثة Gout اللي هو النقرس أو Gout Measles الحصبة Mumps النكاف Pneumonia، Pneumonia ده مرض الرئة، البي لما تيجي مع الإن ما تنطق البي Pneumonia. حقول المعرفة زي إيه يا أستاذ؟ إدينا أمثلة. حاضر يا سيدي، عندك علم الفلك Astronomy بيولوجي الأحياء ايكونومكس هيستوري ماثيماتكس، والألعاب برضو بيسبول وبيليارد وتشيس شطرنج فوتبول ايس هوكي راجبي. تعالوا ناخد حاجة اسمها أسماء العلم، يعني ايه أسماء علم؟ أسماء علم اللي بتطلق على اسم الناس بقى، ده اسم العلم اسم الشخص زي جون لندن سعودي أوريبيا، ما ينفعش أجمعها الأسماء دي، مارش الشهور. ليها ثلاث مميزات الاسماء العالم دي، ايه هي مميزات اسماء العالم؟ واحد لازم الحرف الاول منها كابيتال، ما ينفعش لازم يكون كابيتال يتكتب كابيتال. اتنين ما ينفعش تحط قبلها ادوات نكره ولكن ممكن تعرف زي ما اقول ذا باسيفيك اوشن المحيط الهادي. اسماء العالم مفرده بس بعضها منها فيها حالات بتكون جمع زي ما اقول ذا نيذرلاندز اللي هي هولندا او ذا فيلبينز اللي هي الفلبين، الحاجات اللي بتيجي بصيغه الجمع. تمام كده فهمنا اسماء العالم. طب استعمالات الاسم، واحد الاسم يا شباب ممكن نستخدمه كفاعل subject ويكون في بداية الجملة ويجي بعده فعل اهو، زي اقول water is very important in life، طبعا water هنا مكتوبة غلط المفروض تيجي في اول الجملة، water is الماء مهم جدا في الحياة، شوف water مكانها هنا المفروض تيجي قبل is في المكان ده كده، معلش في الطباعة ما ظبطت. يستعمل الاسم كمفعول به بعد الفعل المتعدي، لما اقول مثلا he showed هو اظهر kindness العطف او الحنان او الطيبه to the poor للفقراء. يستعمل خلاص كده الاسم كمفعول به. ثلاثة ممكن نحط الاسم بعد preposition يعني حرف جر
زي الجملة دي he has something of importance to stay to say، حاجات مهمة عشان يقولها. importance يعني الأهمية وليس important مهم الصفة. أربعة، يستعمل الاسم بعد الصفة مباشرة كاسم موصوف، خدناها في الصفات هناخدها تاني في المراجعات. London is a wonderful city، city دي المدينة، اسم جت بعد الصفة wonderful. خمسة، يستعمل الاسم بعد صفات التملك زي I felt a pity for her son، شعرت بالأسى والأسف نحو إيه ابنها. يا رب تكونوا فهمتوا الدرس، وكان درس سهل وبسيط، وإن شاء الله مع دروس تانية راجعوا القناة، وإن شاء الله بإذن الله تستفيدوا من دروس القواعد دي. في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.